من مزاميري يا بينا داود النبي بركاته على جميعنا إذا قام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في إسرائيل لأني أنا قد علمت أن الرب عظيم هو وربنا أفضل من جميع الآلهة الليلويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيلي معلمنا مار مرقس البشير التلميذ الطائر بركاته على جميعنا. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين يا معلم نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له نستطيع. فقال لهما يسوع أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتظون من أجل يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسدونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا
يكون للجميع. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والمجد